في الفيديو ده هنتكلم عن بلدي دماء أو نزيف قوي جدا ورايع باستخدام الرمح المقدس لموغول أو رمح موغ. الرمح ده قوي جدا وفيه مهارة قوية جدا جدا عن طريقها هتقدر تمسح الزعمة في ثواني، لكن طبعا على الرغم من انه مهارة قوية لكن فيها بعض المشاكل. فبتمنى منكم الدعم باللايك على الفيديو والاشتراك على القناة، وخلونا نبدأ في شرح البلد. طيب رمح موغ المقدس هتقدر تحصل عليه بعد تهزم لورد الدماء موغ في موغوين بالاس. هتقدر تحصل الى المكان ده بعد تعمل مهمة الوايت ماسك، اهزمه واحصل على الروح الخاصة به واستبدلها في الراوند تيبل هولد مع العجوز اني عشان تقدر تحصل على الرمح. طبعا السلاح من نوعية رمح عظيم او جريت سبير. الموفسيت الموجودة فيه عبارة عن ضربات من طعنات، وطبعا طعنات بطيئة جدا، لكن طبعا الحاجة اللي بتنقذ السلاح ده المهارة الموجودة فيه بلاد بون ريتشول. المهارة دي فيها 3 ضربات عن طريقها هتقدر تسدد ضرر عالي جدا وتعمل بليد بيلد اب بشكل سريع جدا للاعداء او الزعمه. والحاجه الكويسه جدا في المهاره دي انك هتقدر تستعملها على 3 مرات بشكل متتابع، والبويز او الثبات الموجود فيها عالي جدا، بمعنى انه الاعداء هيواجهوا صعوبه في انهم يقاطعوك من القاء المهاره، خصيصا الاعداء اللي بيستعملوا ضربات خفيفه او ما بتكون عندهم ضربات ثقيله كثيره، فما هيقدروا يقاطعوك بسهوله لانه الثبات الموجود في المهاره دي عالي جدا. وعن طريق الحاجه دي هتقدر تستعمل المهاره بشكل كامل وتسدد لهم ضرر عالي جدا. طبعا الجزء الاخير الموجود في المهاره فيه ضرر عالي جدا اكثر من الجزئين الموجودين في البدايه، لكن فقط كيف تصل الى الجزء الاخير؟ فنحن عشان نستعمل المهاره دي بقوتها الكامله، اولا حنحاول نكسر قدره تحمل الاعداء، وقبل ما نكسر قدرتهم بشكل كامل حنستعمل مهاره الرمح عشان نكسر قدره تحملهم، نظرا لانه مهاره الرمح في كل الغاه فيها 21 بويز دامج او ستان دامج، معظم الزعماء بيكون عندهم ستان من 80 الى 120، فما حنستعمل الضربات الصغيره الموجوده في الرمح نظرا لانها صغيره جدا، حنستعمل بدلا من ذلك الضربات الثقيلة بعد الغفز، أيضا فيها ستان دامج عبارة عن 21 أو 22 ستان دامج، وأيضا أسرع من شحن الضربة الثقيلة الموجودة في الرمح. أيضا خيار آخر ممكن نستعمل الأوتشيكتانا ونضع فيها آشفور أنشيف أو الاستلال، عن طريق الحاجة دي حنقدر نعمل بيلد أب للستان دامج بشكل سريع جدا، ممكن نسدد ضربتين من السلاح ده عبارة عن 60 ستان دامج، والمتبقي نتم بمهارة الرمح، بكده حتقدر تكسر قدرة تحمل الأعداء من أول إلغاء المهارة وتقدر تسدد الضرر كامل بالنسبة للزعماء اللي عندهم 80. لكن طبعا كل زعيم له سيناريو مختلف فحنتطرق لهم لاحقا. طيب السلاح طبعا فيه ضرر جسدي وضرر باللهب، والضرر البدني اكثر من الضرر باللهب، لكن طبعا المهاره بتسبب ضرر جسدي وضرر باللهب، وايضا بيعتمدوا على الغموض بشكل كامل، على الرغم من انه السكيل عباره عن سي في كل من القوه والغموض، لكن بيركز على الغموض اكثر، وايضا بيسبب تراكم نزيف بشكل اساسي، ودي حاجه كويسه جدا، فيه 92 تراكم نزيف اذا وضعنا 80 نقطه في الغموض، ونظرا لانه السلاح بيحتاج نقاط كثيره فبرجح انك تستعمل البيلد ده في 200 عشان تقدر تحصل على ضرر جيد. ففي مستوى 200 توزيع نقاط القوة 55 نقطة في الحيوية، القدرة العقلية 23، وإذا قدرت توصلها إلى 30 أفضل، كل ما مستواك يكون عالي حيكون أفضل مع البلد ده، التحمل 40 عشان نقدر نستعمل المهارة بشكل مستمر نظرا لأنها بتستهلك استامنة في كل استخدام، القوة 24 عشان فقط نوافق متطلبات استخدام السلاح، البراعة 14، الإيمان 33 عشان نقدر نستعمل تعويذة هاول أوف شبريري، والغموض 80 عشان نقدر نحصل على ضرر جسدي عالي بالنسبة للمهارة، وأيضا نقدر نحصل على تراكم نزيف عالي. طبعا بجانب السلاح عندنا الاوتشي كتانا واضعين فيها اشفور انشيف عشان نقدر نكسر قدره تحمل الاعداء بشكل اسرع، ممكن طبعا تستخدم اي سلاح اخر مع اشفور كراك بليد، لكن انشيف بشوفها اسرع بيكون افضل، واحنا نستعمل ختم قربان التنين بالتحديد عشان نقدر نستعمل تعويذه سرب الذباب عشان نقدر نعمل بليد بيلد اب للاعداء بشكل سريع في بدايه كل قتال. بالنسبه للدرع هنستعمل القناع الابيض عشان نقدر نحصل على ضرر اضافي بالنسبه لاقوى الهجوم بنسبه 10% لمده 20 ثانيه بعد حصول نزيف، والمتبقي من الدرع هنستعمل درع الاكشاسه عشان نقدر نحصل على ضرر اضافي بنسبه 6% بالنسبه الى قوه الهجوم ككل. التلازمين حنستعمل شارد اوف الكسندر عشان نزيد قوه المهاره بنسبه 15%، وحنستعمل تلازمين درع التنين العظيمه دي حتزيد قوه الدفاع الجسدي بنسبه 20%، دي حاجه مهمه نظرا لان احنا ممكن نتاجر مع بعض الزعماء او الاعداء فاننا نستعمل المهاره ونتلقى عدد من الضربات منهم بدون ما يوقفونا من القاء المهاره، لكن حيسددوا لنا ضرر عالي، فمن الضروري انك تستعمل التلازمين ده. وايضا حنستعمل تميم العقرب والنار عشان تزيد قوه الضرر باللهب بنسبه 12% نظرا لانه المهاره فيها ضرر باللهب، واخر حاجه هنستعمل لورد اوف بلود اكسلتيشن عشان تزيد قوه الهجوم عند حدوث نزيف بنسبه 20% لمده 20 ثانيه. بالنسبه للتعويذ هنستعمل هبه المباركه عشان يجدد الهزم باستمرار، وجود ديفاو او العهد الذهبي عشان نزيد قوه الدفاع والهجوم بنسبه 15%، وهاول اوف شبريري عشان نرفع قوه الهجوم بنسبه 25%، لكن حتقلل عندنا قوه الدفاع بنسبه 30%، فمن الضروري انك تستعمل تلازمين الدفاع. واخر تعويذه هنستعمل سرب الذباب عشان نقدر نعمل بليد بيلد اب للاعداء بشكل سريع ونقدر نحصل على البف من التلازمين والغناء في بداية كل غتاء.
شغال. في الفلاسكو فندرس فيزيك هنستعمل الدمعة المتصة للدماء عشان نرفع قوة الهجوم بنسبة 20% لمدة 3 دقائق، وأيضا الدمعة المتصدعة المغلفة للهب عشان نرفع قوة الضرب للهب الموجود في المهارة بنسبة 20% لمدة 3 دقائق. طبعا إذا حاب تبدل الدمعة المتصة للدماء ممكن تستعمل الدمعة الصلبة المتلألئة عشان تزيد قوة الدفاع، أو ممكن تستعمل دمعة الشوكة الحجرية عشان تقدر تكسر قدرة تحمل الزعماء بشكل أسرع. في الجريترون هنستعمل روم مورغوت عشان نقدر نحصل على صحة عالية جدا، وبالطريقة دي هنقدر نتاجر مع الأعداء والزعماء أثناء استخدام المهارة بشكل مضمون. طبعا مستوى مباركة شجر سكادو عندي 20 عشان أقدر أحصل على أكثر ضرر ممكن من السلاح. طيب بالنسبة لتسلسل البف أو الفعل الجريت رون الخاص بك، بعد استعمل تعويذة هبة المباركة، استعمل جولدن فاو أو العهد الذهبي، وآخر حاجة استعمل هاول أوف شبريري. طبعا مزمر ممكن استعمل ضده استراتيجية أشوفور تحمل، آخر حاجة شبه فلاسك، لكن من الأفضل إننا شنو نستعمل سلاح الأوتشي كاتانا. طبعا من الضروري إنك تقطع القاصية الإضافية في الأوتشي كاتانا على دموي. هنا هنستعمل المهارة مرة واحدة، مالو وقف، ما في كومبو، أديه ضربة قبل ما يمشي. الله يا أخي ما عارف ليه، ما مشكلة، هنا دي صقرة جيدة. أيوة النزيف جا، الله يا حصل شنو ذاتي ما عارف، لكن حنكسر قدرة التحمل هنا. يلا 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 ادينا كريتيكال، ايوه ادينا كريتيكال، هاي ادينا الكريتيكال داي، ده الكلام الصح. ايوه الثعبان ده وين بعد ده؟ صراحة داير سحر كثير البلد ده، طرح انك تشيل الخمسة نقاط من الحيوية تضعها في القدرة العقلية حيكون افضل. طيب كوماندر جايس الستان طبعا عنده 80، فهنديه وتشيكتانا ضربة واحدة بالمهارة، ثاني نعتمد على مهارة السلاح، نديه هنا. ايوه ايوه لا لا هنستخدم المهارة هنا، هنا في الصغرة دي طوالي، واحد اثنين ما مشكلة، ثلاثة ما مشكلة، زي ما شايفين المهارة البويز الثبات اللي فيها عالي جدا جبارة بمعنى الكلمة. طيب رينالا طبعا صغرة الفيس ترانزيشن عندها طويلة جدا، فما حنستعمل، نعتمد على المهارة فقط، زي ما شايفين ما حتقدر توقفنا. لا 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 راح اعمل فيس ترانزيشن، يا معقولة يا اخي؟ لكن فزنا بعد، فوز غريب صراحة. طيب حاجة نسيت اضيفها، انه ممكن استعمل، ما اعرف اصاب ولا لا، الله يا انا استعمل الزيت، قلت اجربه عشان شنو، اديه واديه، بما انه ده ضرر باللهب استعمل المهارة، ما اظن يفرق صراحة، ما انا ما مات، كان عنده دم بسيط، ما اظن الزيت فعال بقدر كبير، على الرغم من انه الضرر عبارة عن ضرر باللهب. طيب ادي الزيت محاولة اخرى ضد الجولدن هيبو، استعمل المهارة هنا، حيضربنا لكن ما مش، اوه والله وقفنا، اديه تاني اديه، مرق بعيد يا مهارة مداها كبير، لكن خلاص انتهى انتهى. يلا يلا ده تعمل شنو تاني؟ خط الزيت ده، الزيت شكله ما بينفع بشكل جيد. طيب العجوز مدرة هنستعمل دودو تعويذة الذباب عشان نحصل على بف من التلزمن والغناء بشكل سريع، عمل له نزيف يا ذباب يا ده شنو ده يا تاني، اديه تعويذة، مشكلة هو بيتحرك ف ايوه خلاص ما تموت، موت يا نملة دمي ونملة الهيل، السحر اقصد، مهم جدا السحر. وحنستعمل اوتشي كاتانا، يلا استعمل المهارة هنا، ما مشكلة ما حيقدر يوقفنا، اقع 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 ما رد ولا قطع سحرك، قطع ولا شنو ما ادري، والله غريبة. اديه 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 اديه، خلاص صاحبنا انتهى. والله حاجة غريبة جدا يا اخي، كيف وقف من هجومه؟
وانا كنت محضر الخنجر عشان اعمل اندور. طيب رومينا نستعمل ضده لوتشي كتانا عشان نكسر قدره تحملها. ادي لك هنا ضربه مع الشوين. تعالي يا اللغد. تاني هنا ضربه. نديها ضربه زي ما مشكله. اكلتنا ضربه. رح 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 رح. الله الله. رح 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 رح. الله يا اخ. عملت المجال بتاعها ده. رح رح ده رح هنا هنا. طارت كده ما حتقع. الله دي مشكلة دي. خلاص بعد انتهت اللخط دي. اكسر قدرة تحملها يا ولد ولا ماتت خلاص. غريبة يا اخي ليه؟ طيب رادان ممكن نعمل له فيس ترانزيشن بشكل سريع بالمهارة. لكن دارين نكسر قدرة تحمله. يكون افضل. نستعمل ضربة صغيرة هنا. هيعمل حركته. الله يا اخي اضطريت لكن. رح رح. هاي. اديه ضربة قفزة. هاي ورينا بتقفزه كيف هاي. امسك يلا. اديه هنا ذباب. استعمل اشوف ور تحمل. الله يا اخي اديه مهارة يا اخي. ما تعمل له ذباب يا. هاي 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 والله جات حلوة عديل. رح 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 رح. اخر حاجة انتهى 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 انتهى. الله الله الله. اجري 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 اجري. استمنى ما افتحك تلني ده. رح رح. تعال هاي. تعال تعال انا بستلمك. بالحضن بالحضن انا بستلمك. الله قبل كان مفطور ديموت لكن ما مشكلة. بس ده كان الفيديو لليوم. ما تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة وشكرا.